وإذا بالرسول ها يتقطع ألما لبكاء الزهراء، وش يقول النبي ها بلسان الحال؟ لا تبكين يما حسين، سكتي لا تذوبيني، لا تبكين يما حسين، سكتي لا تذوبيني، إليك عصره وإليك لطمة على عيونك بعد عيني، وإليك مسمار يشق صدرك يا زهراء تفجعيني، وفاطمة ولك ضلعين يم حسين خلف الباب تتكسر، صبري يم حسن وحسين على كلمة تشوفينا، ولا شفتين داحي الباب يقيدونا ويسحبونا. الله يا أمير المؤمنين. ولا شفتين داحي الباب يقيدونا ويسحبوا، خلي المقنعة فوقك وراسك لا تكشفينا، يعني بني لا تدعينا على القوم، خلي المقنعة فوقك وراسك لا تكشفينا، بتخلين داحي الباب ينحب ساعة التغسيل. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين لما تضع الزهراء على المغتسل، ترى الأهوال وماذا يرى يا مؤمن؟ كل ما يصب الماء من عيونك دموع تسيل، وكل ما يحط ايده من عيونه دموع تسيل. ليش يا مؤمن؟ يشوف الضلع المكسر ويشوف الصدر دم يسيل، بتموتين مظلومة وشيعونك سواد الليل. عظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم. وإذا برسول الله يلتفت إلى أمير المؤمنين، قال: إلي يا علي، ضع رأسي في حجرك، فإن الموت قد قرب والرحيل قد قرب يا أمير المؤمنين. وضع أمير المؤمنين رأس رسول الله في حجره. أين المنادي ومحمدا؟ وإذا برسول الله أخذ يوصي أمير المؤمنين بوصايا: علي يا علي، إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني بهذا الحنوط، فإنه قد جاء به جبرائيل من الجنة، ولكن اجعله أقساما، اجعل قسما لي يا أمير المؤمنين، وقسما لك، وقسما لابنتي فاطمة، وقسما لولدي الحسن. وإذا برسول الله يسكت وكأن العبر قد خنقت، التفتت الزهراء: وماذا عن ولدي الحسين يا أباه؟ قال: بنيّ
ولدك الحسين يموت مقتولا شهيدا. أين المنادي وحسينا؟ وإذا يلتفت إلى الحسين يخبرها يحدث بهذا البلاء العظيم: جني بالنبي العدنان من وقت المنية حان، جني بالنبي العدنان من وقت المنية حان، صار يوزع الأجفان وقلهم نازلة من رب العلا، وقلهم نازلة من رب. هوياي أعطي واحد الزهرة وأعطي صاحب الطبرة، أعطي واحد الزهرة وأعطي صاحب الطبرة، ويختم بالحسن أمره وينادي يا حسين وهز الخافق، ويا شباب وينادي يا حسين وهز غسلك من دم المنحار وحسينا، غسلك من دم المنحار وبالتربان تتعفر، وثلاث أيام ما تقبر بوادي كربلاء ويا العائلة، بوادي كربلاء ويا وحسينا. عظم الله أجوركم. وإذا بالباب تطرق وإذا بالزهرة تجيب الطارق: إن رسول الله مشغول بأهله. وإذا بالباب تطرق ثانية تقول الزهرة: أولم تسمع كلامي. وإذا بالباب تطرق ثالثة وإذا برسول الله يقول: بني فاطمة افتحي الباب فإن هذا ملك الموت، هذا مفرق الأحباب، هذا هادم اللذات. دخل ملك الموت على رسول الله، سلم على رسول الله، أبلغه سلام المولى عز وجل. قال النبي: جئت قابضا أم زائرا؟ قال: يا رسول الله، إن الجليل الأعلى يخيرك بين المقام والرحيل. قال: ما كنت لأختار أمرا حتى يهبط أخي جبرائيل. نزل جبرائيل، قال: ولا الدار الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. عظم الله أجوركم. قال النبي لعزرائيل: امضي فيما جئت إليه. أخذ يستل روح نبيكم ورأسه في حجر أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم. التفت رسول الله إلى ملك الموت، قال: أهكذا تستل الأرواح؟ قال: لا يا رسول الله، وإنما كرامة لك فأنت خير خلق الله. قال: شدد علي وخفف على أمتي. عظم الله أجوركم. أخذ يستل روح نبيكم، بينما النبي كذلك، الله أكبر، وإذا به قد فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي ونبيه؟ أين المنادي ونبيه؟
محمدا أين المنادي ومصيبته؟ مصيبة عند من؟ المصيبة عند الزهراء، أخذت تنادي وأبتا ومحمدا. لما وضع النبي على المغتسل أخذت تنظر إلى جمال أبيها، تنظر إلى أبيها بأبي وأمي، اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية. للمغتسل ممدود يا خير البريء، يا مرتضاك شف لي عن الوالي وجماله، وشيل الجفن عن غرته تودعها شباله. هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحاله، وهذا الشهيد حسين عبراته جريح. ومصيبته يلي تغسل والدي، وين العمامه فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة، قبلين تشيله خلها تودعها اطفاله، من بعد ما نرتجي للبيت جيب. أنت الله رزق محمد أهوى القوى وطوى الضلوع ومضى في الأحشاء.